الحق عليه ليال، أنا الحق عليه. ليش هيك عم تحكي؟ لأن أمك ماتت من القهر وأنا ما عملت شيء. هذا عمره. لا مو عمره، أمك ماتت بسببه. أنا لو ما تركت معه ما كانت ماتت. بابا ما دخلوا. شلون يعني ما دخلوا؟ كيف؟ أمك ولا يوم عاشت معه مرتاحة، وأنا رحت تركت البيت وأنت تجوزتي وتركناها لحالها عم بتعاني معه. شو كان فيك تعمل له يعني؟ أبسط شيء طلقها منه وبجيبها تعيش عندي بالبيت. بس البابا تغير من وقت ما مرضت الماما. من بعد شو تغير؟ على شو عم بتدافعي أنت؟ من بعد شو؟ من بعد ما مرضها وموتها؟ بس هلأ ارتاحت. يمكن ارتاحت ايه، يمكن، بس أنا ما رح ارتاح لدفع الثمن. رجاء بالنهاية هذا أبوك؟ ماله أبي ولا بحياته كان أبي. وطي صوتك، هلأ بيسمعونا المجال. ما فارقة معي، اللي بده يسمع يسمع. خلاص بقى خلاص، وطي صوتك. تركيه ليال، تركيه يحكي اللي بقلبه. يمكن معه حق. ايه معي حق، معي حق طبعا، معي حق. بس من بعد شو؟ من بعد ما امي ماتت وانت كنت السبب؟ لا تقرب علي اذا بتريد. طول بالك، انت بتعرف قديش كان متعلق بالماما مو؟ خلينا نفوت. فوتي فوتي بعدين نكمل حديث. في حاجة؟ سلامتك. أم الملك بتبصي لي كده ليه؟ ممنوع. آه ممنوع. بطرح ما أنا بدي أطلع، طلوع عزول شمال يمين دغري، وين بيطلع عبالي بدي أطلع. كاتيا وطي صوتك كده واسمعيني، هقول لك كلمتين ركزي فيهم، عشان أريحك من العصبية اللي أنتِ فيها دي كلها، وأريح نفسي برضو من حرقة الدم. اللي أنتِ بتفكري فيه ده غلط. ليش أنا بشو عم فكر؟ أنتِ فاهمة كويس. لا ماني فاهمة حاجة. فسري لي. مصممة ها؟ طيب يبقى أنا هفسر لك. شوفي يا حبيبتي، اسمعي كده ما هقولك. أنا ورجا بنحب بعض، يعني أنا ماليش دعوة بأستاذ كميل بتاعك. طمني قلبك، أنا مش هاخده منك. شو قصدك؟ تستهبليش بقى، أنت ذكية وبتفهميها على الطاير. اوعي. لا 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 تجي، لا تعبي حالك. لا لا صدقيني ما في داعي، أنا قاعد وبلال عندي، يعني ما في مشكلة. شو بده يساوي الواحد، هي الحياة. الله يرحمها، كانت تعبانة وارتاحت. طيب بنحكي بكرة. باي لارا باي. قوم بلال قوم امشي. يا بص ما ينفعش اسيبك وانت عامل كده، خليني معك شويه. لا معلش قوم امشي. يا عم انا قاعد، خليني ما قاعد اهو. معلش بلال انا حابب اقعد مع حالي شوي. قوم. على راحتك. طيب لو وصلت حدا كلمني. سلام. سلام. Thank you.
هاي هاي. شو كيف كان ميتينج مع باسكال؟ والله كثير منيح بجنن، كثير مبسوطه لدرجه انه طلبت مني كبر لها شفافها. نعم عن جد عم تحكي؟ لا لا لا، بدها تمشينا وتطلع من راسنا وتحل عنا بقى. لا صعبة هول الثلاثة، تمشينا وتطلع من راسنا وتحل بقى، لأنه نحن عنا شغل بعد معها، بدها تصور بوستر. إيه بوستر 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 حبيبتي، بوستر عندها فيلم سينما. فيلم سينما وفرد مرة؟ خل حلو كتير. إيه فرد مرة وهي البطلة. عن جد عم تحكي؟ برافو. بس باسكال ما عم بتضيع وقت ابدا. حلو تتعلمي تستهتري فيها. انا؟ لا لا انا ماني مستهتره فيها ولا ممكن استهتر فيها، لانه ما عندي شك انه بتقدر توصل للي بدها اياه، بس انا عندي مشكله مع الطريقه اللي بتستعملها تتوصل للي بدها اياه. شو عرفك شو هي الطريقه اللي بتوصل فيها؟ انه عن جد ايام بحسك هبله، انه باسكال واخواتها لا شهاده بالتمثيل ولا موهبة التمثيل، وليك فوتوشوب ما كنت تعرف تاخد بوست كرمال صورة. انه صفا مشينا، بدك تقولي لي فرد ضرب بطولة؟ انت ما عم بفهم ليه نيتك عاتلة هالقد؟ انا اللي ما عم بفهم ليه نيتك طيبة هالقد. ليك شو ليلى عم باسكال هلا؟ خبريني، شفتي بلال اليوم؟ ايه شفته. ايه وبعدين؟ بعتقد انه صاحبنا. بعتقد؟ كيف ركبت معك هيدي؟ بعتقد انه خلص صاحبنا مش الحال؟ يا محتالي. مش هيك كنت عم تدقي لي وقتها كنت مع نائل؟ هاي صبك تخبريني الخبرية. لا في خبرية تانية، بس مش عارفة إذا لازم أخبرك إياها. شو هي؟ ميرا بشرفك، شو هي الخبرية؟ ركزي معي. شوفي امه ولا رجع؟ شبه ماتت. اطلعي من راسي. ما بدها تحل عني. ايه